السيمانه اللي دازت اللي بعده كانت شويه مخفضه مطيشه بوحدها، نقص واحد جوج درهم ثلاثه وطلعها صاروخيه في البصله ولات 15-16. دابا الدرويش فوقاش تيسالك البصله في رمضان دغي ميراش هي واكدا غتولي ب 15-16 واش نشريها؟ واش والله ما تشريها اخي ابراهيم، نعطيك غير مثال غير البيض درهم ونص ما نديوهش غير 15 اليوم، والله تيولي غير ب 70 فرنك. صبر كنقول شي كيفكر بحال غيديوه غيبقى يخماش غيرميوه شنو هو ار نطيحوا له الثمن. حنا ملي كتغلى الحاجه عاد كيوقع سير جيب وزيد وعمار وسطون وكتشتي هذا المشكل هذا يتحيد من المغاربه اقسم بالله ويردوها ب 30 درهم تتهبط. حنا نهبطوها حنا ما كنتفقوش ما متحدينش اخي ابراهيم، تحدوا غير سيمانه نقطعوها 10 ايام واش غنموتوا اخي ابراهيم؟ والله ما نموت والله تتهبط الصحه عليها. صفقوا لنا على هذا الراجل خاودي لي تبارك الله تبارك الله عليك ابا ابراهيم. قلت قلت لي هاد البصله هادو شحال شريتي فيهم؟ هادو ما جوج بصلات الخوا 9 درهم ونص قول 10 درهم جوج بصلات. دابا هادو تا الطاجين ما يكفاو شي فيهم يكفاو شي 5 درهم من الحبه الخاودي شني عاد تسخر شني عاد تقاد اربعة دي جوج درهم صافي. هنايا طويجن بغيتي تعمل طويجن خصك 35 درهم نما طعام تاكلو 40 درهم احسن لك. الساندويش كنا كناكلوه ب 12 درهم تينا عارف الطورطيه. لا دابا رجعي 17 18 20 23. اقسم بالله العلي العظيم وصايم انا في طنجة 9 سنين والصرف ما عمرني شريت بالكيلو الا كنشري ب 6 7 8 انا واخذ كيلو في كيلو اليوم شحال ديت 8 درهم ونص 8 درهم ونص بطاطا ديال 8 درهم بحال بحال البنانه اخي ابراهيم. الدرويش كيتحرش مع ولادو في الطبلة الفطور تما الناس كاملين اخي ابراهيم بالبرلمان ومسؤولين وكذا. دابا تمشي على غفله دير مع السي جواب ما كيعرفش بطاطا شحال دايره كيسمع شي نهار اللي كيجيو يديروا مع روبورتاج للسي جواب كيكون حافظ الاثمنه. واحد السؤال هذا المراقبه اللي خرج اخي ابراهيم ماشي كيمشي لعند صحاب الحوانس كيراقبوا كيلقاه بيريمي سير عند الكرو اللي كيشريوها بالكرو ما تمشيش عند المحل، المحل مسكين غير شاريها شاريها من الخزينة الناس ستارك الناس الفلوس بحال هذاك اللي لقاو عنده بطاطا شحال من طون مخبع وبصل شحال مخبع وبصل علاش؟ باش يطحن الدرويش. برافو لك علاش هذاك اللجنة دابا خصو يعملوا واحد اللجنة في السوق هاد الأيام ديال رمضان، واحد اللجنة خاصة بمراقبة الأسعار خصها تكون يوميا في السوق، السواق ديال طنجة كاملين في المغرب كامل خصها تكون واحد اللجنة مراقبة الأسعار. برافو حيت دابا الأسعار الضو تريبلي ماشي تريبلي بزاف أجي نقول لك شنو جبتي تم؟ باكية سوماتي شحال باكية بيضات 45 درهم 45 درهم من السوق ب 45 كنتي كدي انزين 30 درهم 25 27 27 دابا بحال الحاجة هي طالعة كتدور في الحال بزاف بزاف بانان 10 درهم فريزة 10 درهم كلشي 10 درهم بصل 15 درهم بصل سبحان الله وصل 15 درهم اخي ابراهيم شنو يبان لك في هادشي هذا خويا؟ ايوا يا خو شنو يبان لك في هادشي؟ هادشي هذا خو خصو بنادم ينقاطع اخي ابراهيم عرفتي كلشي من يدو في يدو ما كاين لا مطيشات شهر هذا لا بطاطا لا لا بصل لا دم يدرا ويصبر سيتفك هادشي هذا ما عند انتم شفتوا الراي ديال الناس ديال الحومه الحاد شنو قالوا الناس يعني في ولد الحي الشعبيه وعارفه شنو كاينه كطالب باللجنه تجي تشوف هادشي هذا ديال على برا هو السميك دابا طايح 3000 درهم واش دابا 3000 درهم غتكرمنا خي عطاوها لهم كموله وخصك ما تغيب حتى نهار عطاوها نهارك تجي و 3000 درهم دابا السميك ثمن الدولار خلص كره 1500 و 30000 الدولمه فين العواوال وفين كدا والبلي مول الدار خصو كرا و 3000 درهم ضرب لها الحساب نعطيوها هو 4000 والله ما تخرج نقول لك من هنا يا ما مخرج. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.